السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل البريسلت دي. ممكن تحس إنها صعبة، بس هي فكرتها بسيطة جدا وبتولز واحدة هنخلصها إن شاء الله. يلا نبدأ. أول حاجة هنعمل اي دي بريسلت، اختار إليبس هنعمل بعد كده أوفست 2.5، بعدين هنعمل البلت ونعمل ريبيلت. هعمل بايب بسيطة كده عشان تقدروا تتخيلوا الشكل معايا، روتيت ونقفله. بصوا لما بحرك النقط دي كده ادي اول خطوة ان احنا نعمل الحركة بتاعت البريسل. الفتحة بنتحدد حسب ما انت عايزها عاملة ازاي، عايزة مفتوحة أو مقفولة. بعدين بنعمل ريبيت ونقيس طول الخط بتاعنا ونرسم خط طويل بالمقاس بتاعنا. هاجي من هنا هرسم النجمة بتاعتي، طبعا ما ينفعش يبقى فيه زوايا حادة قوي كده، هختار من هنا فيلت كورنر ومن الاخر هنعمل دايرة. بصوا لو جيت عملت سويب ون راي دلوقتي تطلعات النجم كتير قوي، نص الايد يعني نص الايد ما ينفعش يبقى تطلعات جامده قوي كده. هنيجي من النص نعمل دايره كمان اكبر شويه، ونعمل سويب ون راي تاني. بصوا بقت الطف كتير. طيب النجمة بتاعتي بص لقدام وانا هرص عليها ستون، محتاجة اعمل روتيت فهعمل لها روتيت شوية. ممكن نعمل ريبيلد للنجمة شوية علشان في تكسيرات في السيرفس. تعالوا نشوف الشكل فوق احسن، نعمل فول الون كيرف زي ما انتوا شايفين النجمة بصة الناحية التانية مش شايفة الستون، وهعمل روتيت للنجمة بتاعتي اللي تحت لغاية ما تظهر معايا. طبعا وانت شغال لازم تتأكد ان الريكورد هيستوري شغال. بس كده نعمل روتيت بالشكل زي ما انتم شايفين كده، البريسلت بتاعتي مفتوحة. انا عايزاها مضمومة شوية على بعضها، لو انت عايز تبقى مفتوحة تمام في ديزاينات كده، لو عايز تقفلها هنيجي من الخط اللي في النص بتاعنا ونضيقها شوية بالمنظر ده. ممكن نقدم النجمة شوية لقدام علشان يبقى نقطة التقاطع ما بينهم أكبر. زي ما انتوا شايفين في الجزء اللي تحت بقى فاضي، هنيجي للجزء اللي تحت نشده شوية، قفله على بعض. زي ما انتوا شايفين الجناب عريضة شوية، ممكن اعتمد على سويب 2 بقى المرة دي وناخد لينين من النص.
نعمل لهم ريبيلد، والدايره بتاعتي اللي تحت هنعمل بروجكت سي بلان عشان تبقى في النص بالظبط، ونعمل سويب تو. هنعمل الجزء اللي قدام باتش عشان نبقى نرص عليه ستون بعدين. تقدر بعد كده ترص ستون او تحط اي تكتشر تحبها على السيرفس، بس كده. ممكن نوقف النجمة شوية عشان حاساها نايمة من على الدون، وبكده نكون خلصنا. متنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، ولو عندك اي استفسار ممكن تسيبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.